Hello, my dears, and welcome in my channel English for Kids and Adults. Today's lesson is about endless. We get back to grammar, and grammar is something monotonous and not interesting at all. We feel bored immediately when we study grammar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم حول endless اللي هي if not. Unless it is the equivalent of if not, it is the synonym of if not. In Arabic it is إذ لم هذه تخدم type 1 if type 1. وش هو if type 1؟ هي if plus the present simple تعطينا future. If plus present plus the future. The future will be will plus stem. تخدم هكذا will plus stem. والبريزون هاك تعرفوا الاس مع الهي والشي والايت والباقي الاخر ما نغيروا في حتى شيء. if plus the present plus the future. ولا نقدروا نخدموا future if the present simple. ولا نقدروا نخدموا endless present simple future or future endless present simple. تما تقدر تحط الاف ولا الاندلس في الاول plus the present. ما يمكنش الفيوتير من ورا الاف ولا الاندلس كاين البريزون ومن بعد يجي الفيوتير. ولا تبدا بالفيوتير اللي هو في الاول ومن بعد تجيب الاف والاندلس في النص وتكمل بالبريزنت سيمبل تانس. تما كيما نبداو هذه وهذه الاف والاندلس الاف ولا الاندلس كيما نديرو الاف ولا الاندلس والبريزنت سيمبل كي نكملو نصف الجمله تاعنا ولا جمله جواب جمله الشرط نحطو كوما نحطو فاصلة ونكملوا الجملة تاعنا. لكن بدينا بالفيتور نحطوا الاف والانلس في النص في بلاصة الكوما هذه وما كنا احنا نخدموا بها والبريزنت سيمبل نكملوا به الجملة. نروحوا للاكتيفيتي التاسك اللي عندنا. كما تشوفوا if he doesn't apologize كون ما يعتذرش I will not talk to him anymore. وش قلت لكم الاف والانلس راهم سينونيمز بس هذه النيجاتيف فورم تاع هذه النفي تاع هذه اذا برك وهذه اذ لم فيها النفي. نروحوا للجمله تاعنا نديروا لها التحليل. اف هذه اداه الشرط. هي داز نوت ابولوجايز ان ويتش تنس ذا فيرب ات از ذا بريزنت سيمبل. وعندنا الفيتور كيما وليت لكم الاف بلس دي بريزنت بلس دي فيوتر. نخليو الجمله كيما راهو عندنا انلس نكملو الخدمه تاعنا. وش هي عندنا هذه معناتها هذه انلس معناتها الاف بلس نوت. نجيبو السبجكت انلس هي ونهو الفيرب قلت لكم الفيرب دازنت ابولوجايز لم يعتذر. هذه الانلس وش معناتها هذه الانلس اي الاف بلس نوت معناته هذه النوت اي عوضتها الانلس معناته هذه وهذه تروح هك معايا. اف لهي نهبطها كيما راهو هنا النيجاتيف فورم هذا وتعوض هنا الا ما قال له نعاودوه ونهو الفيرب تاعنا الفيرب تاعنا ابولوجايز ابولوجايز. وش قلت لكم endless plus the present simple. وش قلت لكم كيما يعود عنا البروناون هي البيرسونال بروناون هي وشي نحطو الاس endless he apologizes اهي ان لم يعتذر ان لم يعتذر الي نكملو الجمله تاعنا I will not talk to him anymore لن اكلمه بعد الان. نخليو جمله كيما راهو I will not talk to him any more. ان شاء الله تكون الجمله واضحه برك. if ونقدروا نبداو الجمله تاعنا I will not talk to him anymore unless he apologizes to me for example. ان لم يعتذر لن اكلمه ان لم يعتذر الي ولا اذ لم يعتذر الي. كما قلت لكم الاف هنا هاي راحت does not لأنها عوضها الـ unless. الفيرب نهبطو هنا عنا الـ personal pronoun كون جات هنا الـ pronoun I هنا الـ s منزيدوهاش بس حنا عنا الـ he والشي والـ it نزيدو الـ s. إن شاء الله تكون واضحة. كشما عندكم أسئلة هاني هنا وإن شاء الله تكونوا فهمتوا وعجبكم الدرس. ما تنساوش تكومونتيو ليه.